بقى نتكلم شوية على ماتش سيمبا اللي جاي وتوقعاتك ليه، وكمان تفصيلة زي مثلا عودة كهربا، جاهزية وليد سليمان للمشاركة في لقاء سيمبا اللي جاي. فأنت شايف الماتش اللي جاي ده يعني هيبقى عامل إزاي؟ هو المباراة الجاية مباراة برضه مش هتبقى سهلة، لأن اللعيبة هتبقى مركزة، يعني في تركيز عالي جدا إن هم يخرجوا نفسهم بره الصورة اللي حطوا نفسهم فيها من بعد مباراة المريخ، ودي حاجة إيجابية. ودخول لعيبه جديد بدم جديد زي كهربا وزي وليد وممكن طاهر، ممكن حسين الشحات، يعني في لعيبه ما بداتش المباراه اللي فاتت او ممكن اعمل بيهم تدوير جيد في المباراه اللي جايه، فهيبقوا هم كمان عطشانين للتهديف وان هم يعملوا اداء حلو. هو ده لما اللعيب بيبعد شويه او انت بتبعده بشكل مش بمزاجه مش بمزاجه، بيبقى عنده اشتياق اكتر وبقى عنده رغبته بتزيد ان هو يبقى عايز يبقى يأدي بشكل كويس. فدي اعتقد موجوده عند معظم اللعيبه اللي موجوده، ان حسين بقى له شويه بعد، وكهربا بعد برده نفس الشيء، محمد طاهر برده نفس الشيء، وليد كان بعيد في الاصابه، بعيد قعد فتره بعيد عشان كان مصاب، وعودته انا شايف ان عودته برده عوده مهمه جدا. المباراه اللي فاتت مباراه المريخ جزء كبير جدا من تحول اللقاء وجود وليد سليمان في الملعب كان خبرات كبير جدا. فانا شايفه بيشع طاقه كده، يعني بيعدي كل اللي حواليه. طبعا طبعا يعني. وليد لعيب عنده روح، ودي نقطه مهمه جدا، ونادرا لما تلاقي لعيب عنده روح عاليه ويكون كورته كويسه ويكون حريف ويكون بيعرف ينقل فرقته بشكل هجومي بشكل كويس، ودي من النوادر. خلي بالك يعني ممكن تلاقي لعيب قوي جدا وروحه، بس لعيب ممكن تلاقي لعيب ديفندر، ممكن تلاقي لعيب باك، لكن انك تلاقي لعيب عنده الاثنين المواصفات دي، انه يبقى روحه كويسه وان هو كورته كويسه، كمان زياده على ده ان هو بقى عنده كم خبرات، بقى عنده اليه وهو موجود في ملعب باقل الامكانيات يقدر يوديك المرمى، باقل الامكانيات يخلق لك فرصه. في لعيبه هو ده بقى كم الخبرات، هو بقى عنده كم خبرات كبير جدا، بقى عارف ان هو لما يوصل المنطقه دي هو عارف هيحط الكوره فين وهتعمل مشكله، حتى لو ما جاتش جول هيشكل خطر على بيشكل خطوره طبعا. وانت جوه المباراه اوقات كتير جدا بتبقى محتاج تعمل خطوره عشان تنقل فرقتك للنص ملعب الخصم، تبقى انت ليك الافضليه في الملعب. وليد سليمان اعتقد اللعيب الوحيد اللي من الجيل اللي فات اللي لسه موجود في الملعب، ريحه الكوره والحرفانه موجوده، فاعتقد برده هيبقى اضافه كبيره. محتاجين مباراه سيمبا برده نستغلها في التدوير بين اللعيبه، في لعيبه مش هقول مجهده ولكن اللعيبه ممكن تكون مش في احسن حاله ليها، مش اجهاد بدني، ممكن تكون اجهاد ذهني، لان هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. بطوله افريقيا، كاس عالم انديه، بعد كده ترجع تلعب مباراه ضعيفه في الدوري، بعد كده تلعب في افريقيا، فالامور دي بتعمل تشتت. فانا شايف برضو ان احنا محتاجين يعمل يبقى في تدوير في الفرقه بشكل محدود، يساعدنا برضو الفتره اللي جايه، المباريات اللي هي في خلال شهر رمضان في 8 او 9 مباريات متتاليه، فده مهم جدا يعني.